بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمود حربي، المشرف العام لمجموعة منتديات تحسين تيم والمدير التنفيذي لمنتدى محترفين صيانة المحمول. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن المخططات. المحاضرة دي أنا مقدمها هدية لأخويا الغالي، أخويا الكبير المهندس أحمد ربيع أبو طاطا، وأخويا الكبير المهندس حمد الحاوي. ربنا يقومهم لنا بالسلام إن شاء الله. هنحاول النهاردة نتكلم عن المخططات بصورة مبسطة. يعني إيه مخطط؟ المخطط هو التشريح الفعلي لبردة الموبايل. يعني من خلال المخطط انا بعرف ايه واصل مع ايه، وده ليه علاقة بده، ده على التوالي ده على التوازي، ده مسار الباور، ده مسار الجرس، ده مسار مايك، ده مسار الكاميرا. هقدر اعرف كل مسار رايح فين، هشتغل على علم مش هشتغل عشوائي. حاجتين أساس الصيانة. نمرة واحد المخططات، اتنين القياسات. القياسات بشكل عام، من غير دولة يبقى أنا بشتغل عشوائي. إن شاء الله هنحاول نتعرف عن المخطط أو شرح المخطط بصورة بسيطة بإذن الله، عشان صعب برضو ان احنا نشرح المخططات كلها محاضرة واحدة، بس بإذن الله هنحاول بالقدر المستطاع ان احنا نوصل فكرة النهاردة. ادي مخطط معانا جهاز 73. احنا اولا عندنا يعني المخططات في كذا فيرجن، يعني الشيماتكس ده اللي هو المخطط التفصيلي للجهاز زي ما احنا شايفين كده، ده اسمه الشيماتكس. في ليفل 1 و2، المستوى 1 و2، وده بيبقى فك وتركيب الجهاز. يعني لو بصينا اهو، ده ليفل 1 و2، اهو ليفل 1 و2، ده بيبقى فك وتركيب الجهاز، بيوريني الجهاز بيتفك ازاي خطوة خطوة لغاية ما يطلع البوردة قدام منه. تمام. عندي ليفل 3 و4، ليفل 3 و4، 3 و4 ده السيرفس مانوال، ده بيديك معلومات عن الجهاز، بيديك كمية معلومات عن الجهاز. بس احنا الاساس اللي احنا عايزين نعرفه اللي هو الشيماتكس، اللي هو كلنا بنشتغل عليه، او اللي احنا هيقدر يفيدنا في الصيانة بتاعتنا، اللي هي المسارات بتاعتي. هذا المخطط معنا. احنا هنشرح ان شاء الله على جهاز 73. طبعا هي المخططات الطريقة واحدة، بس نفهم الفكرة بتاعتها. هذا المخطط قدام مني. الصفحة دي لو بصينا كده، الجدول ده بيوزع لك فيه، بيسهل لك عملية البحث بتاعتك. انت عايز تدور على ايه؟ تمام. بيقول لي الصفحة رقم 1 اهي زي ما احنا شايفين، اللي هي رقم الجهاز RM132133، ده اللي هو السوفت وير. تمام. بيقول لك الصفحة رقم 2 بيقول لك اللي فيها السيستم كونكتور، صفحة 3 الافلما والبيتي اهي، وهنا ادي العداد بتاعي اهو، ده العداد بتاعي. يعني عندي بيقول لك 10 صفح، هنا بيبين لك عندي كام صفحة وانت واقف في الصفحة الكام.
تمام. وانت عايز تروح فين بقى؟ انا عايز اختصار بقى، يعني لو بتسهل لي عملية البحث. انا عايز الكاميرا مثلا، بشوف الكاميرا في صفحة كام، الكاميرا في صفحة 7 مثلا، بروح بص اهو، بنزل كده ادي 7، هنبص هنلاقي هو جاب لي مين، جاب لي الكاميرا اهي، تمام. يبقى خلينا تاني نرجع لأول صفحة، عرفنا يبقى الجدول ده بيسهل لي عملية البحث عليه، تمام. ازاي نشتغل على المخطط من الأول خالص؟ ولا نفترض مثلا أنا عندي عطل مسار مفتاح باور مثلا، أهو ناخدها واحدة واحدة. فين مجسات مفتاح الباور؟ اهو اهي، مش هي دي مجسات الباور؟ تمام. انا عايز امسك مسار مفتاح الباور، عايز اعرف ايه اللي وقع على مسار مفتاح الباور. ادي اهو، تمام، ادي البوردة قدام مني. طيب تمام، بنزل على البورد الارقام والحروف اهي، مش هما دول؟ تمام. احنا طبعا لازم نعرف شوية مسميات عشان نبقى ماشيين بيهم في المخطط. ما احنا قلنا ان احنا استحالة هنشرح كل حاجة، لازم تبقى واخد اساسيات عشان تقدر تشتغل على المخطط، بس احنا ان شاء الله هنحاول نجمعهم في المحاضرة دي بإذن الله. عندنا هنا في رموز، الرموز اللي هي اهو اكس 65 27، اكس 65 26. يعني ايه اكس؟ الاكس اللي هو مجس، تمام، اكس يعني مجس او كونكتور اهو. ادي كونكتور الشاشة، كونكتور الكاميرا، كونكتور لوحة الارقام، كونكتور الشاشة. يبقى الاكس بتاخد عندي رمز الكونكتورات بشكل عام، او المجسات بتاخد اكس، تمام، المجس بياخد رمز اكس، المجسات والكونكتورات بتاخد رمز اكس. طيب انا عندي رموز تاني، ياريت لو نكتبهم عشان ما يتنسوش. عندي الدرايفر بياخد رمز ان، الدرايفر بياخد رمز ان، يبقى الدرايفر بياخد رمز ايه؟ ان اهو. ادي ان درايفر، تمام اهو للجرس، تمام، الدرايفر بياخد رمز ان. طيب الفلتر، فلاتر لوحة الأرقام، فلاتر لوحة الأرقام، فلاتر لوحة الأرقام، والبيانات بتاخد زد لوحة الأرقام، لوحة الأرقام والبيانات بتاخد زد أهو. ده إيه؟ يقول كونكتر أهو، ده الكبه اهو، كول ورو صف وعمود، يعني ده فلتر ايه اهو كده، فلتر الكبات، تمام. يبقى ار ان درايفر، زد اللي هو ايه، فلتر، تمام.
وعندي الفلتر كمان بياخد رمزة R. فلتر ايه بقى؟ عندي فلتر كارت الميموري بياخد رمزة R، فلتر اليو اس بي بياخد رمز R، فلتر المايك بياخد رمز R، الميموري بياخد رمز R، فلتر الميموري بياخد رمز R. تعال نشوف كده اهو، لو بصينا مثلا لو ان 70، ادي ان 70، لو بصينا كده للمايك، فلتر المايك زي ما قلنا بياخد رمز R اهو. ده فلتر، الصورة دي كده فلتر. طيب ماشي، السيستم كونكتور بياخد رمز R او اللي هي اليو اس بي اهو، ده R اهو، R اليو اس بي، فلتر اليو اس بي بياخد رمز R، الميموري برضه بياخد رمز R. لكن فلاتر لوحة الأرقام وفلاتر البيانات بتاخد زد. يا ريت نكون كتبناهم. يبقى الفلاتر تنقسم عندي شقين، الأول فلتر لوحة الأرقام وفلتر البيانات بياخدوا رمز زد على البوردة على المخطط، عشان أنا دلوقتي هفتح المخطط أبقى عارف أنا إيه بعمل إيه. لما ألاقي رمز زد عارف إن ده فلتر أهو، فلتر لوحة الأرقام ديسبلاي كونكتور، فلتر ده بيانات اهو، البيانات بتاخد رمز زد، البيانات بتاخد رمز زد، ولوحة الأرقام بتاخد رمز زد. تمام، باقي الفلاتر اللي هو زي ما قلنا إيه، كارت ميموري، مايك، يو اس بي، الفلاتر دي بتاخد رمز R، وشفناها مع بعض. فلتر هذا هو مثلا ده الام ام سي اللي هو الميموري بياخد رمز R. دي الفلاتر، دي بالنسبة للفلاتر. قلنا الدرايفرات بتاخد رمز N، جميع الدرايفرات بتاخد رمز N. لو بصينا كده اي درايفر هتلاقي مكتوب عليه N اهو، ده N، ده درايفر ليد، درايفر درايفر الإضاءة، ليد درايفر درايفر الإضاءة. تمام، الدرايفر بياخد رمز N. طيب بيشترك معاه مين؟ الاي سي هات، الافلما، البيتي، الريتيو، تافو، اي سي هات الباور، اي سي هات الباور بتاخد رمز N برضو عشان ما نتلخبطش، بس طبعا اكيد باينة، يعني باين الدرايفر من الاي سي اهو، ده باين انه اي سي اهو N. تمام، اي سيات الباور بتاخد رمز N. تمام، دي اي سيات الباور. يبقى قلنا المجسات والكونكتورات بتاخد اكس. تمام، الفلاتر تاخد ار وزد، الدرايفرات ان اشترك مع اسهات الباور. تمام، عائلة الذاكرة بتاخد دي، تاخد دي اهو، اللي هي الذاكرة يا اخوانا اللي هي زي ما احنا عارفين طبعا اللي هو البروسيسور والرامة والفلاش، بياخد رمز دي اهو. الأمعاء بياخد رمز دي،
طبعا دي أدوات أنا بستخدمها في المخطط عندي، ده بيكبر بيصغر، ده لو عايز أعمل زوم ده بينزل لي صفحة صفحة وهكذا. دي أدوات سهلة إن احنا طبعا نقدر نستخدمها. احنا عايزين نخش جوا ايه الموضوع من جوا. يبقى عائلة الذاكرة بتاخد الرمز دي اهو، ده فلاتر، عشان بمجرد ما اشوف اهو اي سي بياخد رمز ان. تمام، احنا هنا في 70 على فكرة اهو ان. يبقى الايسات بتاخد قلنا رمز ان. طيب عشان ما نتلخبطش، المقاومة بتاخد رمز ار، المقاومة تاخد رمز ار. تمام، بس طبعا اكيد يعني هنعرف نفرقها بينها وبين الفلتر. الفلتر زي ما احنا شفنا الفلتر اهو، يعني ده فلتر، ده فلتر اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. لو بصينا هنلاقي واخد ار، ده فلتر واخد ار، لكن بص ادي المقاومة برضو واخد ار، بس في فرق طبعا بين دي وبين ده عشان ما نتلخبطش. المكثف ياخد سي، المكثف هياخد سي. تمام، الملف هياخد ال اهو، طبعا ده ملف مزدوج، يعني ملفين مع بعض، ملفين مع بعض بس هو رمز واحد ال. النقطة النشطة بتاخد جي، جي اهي دي نقطة نشطة، يعني لما يجيني حاجة زي كده بيقول لي هنا في نقطة نشطة. تمام، اهي نقطة نشطة، نقطة نشطة. مقاومة، مقاومة. مكثف عايزين برضو نجيب ملف، هذا اهو ده ملف. الاف دي الفيوز، وهنلاقيها ممكن بتجيلك على البوردة واخدة كي، لكن على المخطط هيبقى اف فيوز. تمام، الفي رمز الموحد، في موحد. يا ريت نكتب اخونا نقولهم تاني. ماشي، الاكس المجس، المجس او الكونكتورات. تمام، الار والزد فلاتر، الزد فلاتر البيانات، فلاتر لغة الارقام. الار فلاتر كارت الميموري، فلتر المايك، فلتر يو اس بي. الان الدرايفرات والاي سي هات، الاي سي هات العام، يعني جميع الاي سي هات بس بعيد عن عيلة الذاكرة. مين عيلة الذاكرة؟ المعالج والفلاش والرام، دول بياخدوا دي. عيلة الذاكرة بتاخد دي. تمام، نجي للقطع الصغيرة. القطع الصغيرة قلنا ايه؟ الملف اهو ال، المقاومة ار، المكثف سي، الموحد او الدايود في. لازم نعرف الرموز دي بتاعت ايه عشان نقدر نتعامل مع المخطط، عشان نقدر نتعامل مع المخطط لازم نعرف الرموز دي بتاعت ايه قبل اي حاجة. ما انا ما ينفعش ابص على المخطط اشوف ار طب دي بتاعت ايه، لا لازم اعرف الرمز ده بتاع ايه. تمام،
ناجي اللي هو بقى ايه، الميكروفون، السماعة، الجرس، بياخد بي زيها زي مين؟ زي كريستالة التوقيت. لو بصينا هنا كريستالة التوقيت بتاخد بي اهي، دي كريستالة التوقيت اهي، كريستالة التوقيت بتاخد بي. طيب الكريستالة، وريت اخوانا نفرق بين الفلتر والدرايفر والكريستالة، تمام؟ اللي هي احنا عندنا كريستالة ايه؟ كريستالة الباور، تمام؟ كريستالة الباور، وادي فلتر السم برضو بياخد ار. نشوف كريستالة الباور كده بتاخد ايه، بتاخد جي، الجي نقطة نشطة. ادي الجي، تعالى كده نشوف المذبذب كمان بياخد جي اهو، كريستالة الباور اهي تاخد جي جي. دي الكريستالات. ايه تاني؟ خدنا المقاومة، خدنا المكثف، ودي الكريستالة قلنا بتاخد جي، خدنا الاي سي هات، خدنا الملف، ان يبقى اي سي. عايز بمجرد ما ابص الحاجة ابقى عارفها، تمام؟ اهو ار تبقى مقاومة، المذبذب قلنا بياخد جي، نقطة نشطة جي، الملف ال، تمام. طيب ازاي اطلع مسار من على المخطط؟ احنا دينا اخدنا الرموز، اخدنا الرموز، ازاي اطلع مسار من على المخطط بتاعي؟ اي مسار بقى اللي انا عايزه، عايز اطلع مسار. ولنفترض مثلا بيانات اهو، مثلا جهاز N70، عايز اطلع مسار البيانات، تمام؟ اول حاجة بجيب الكونكتور، مش ده هو المسؤول عن الشاشة، مش هو المسؤول عن البيانات، بمسك ده، تمام؟ بخش على البوردة بتاعت الأرقام، أشوف رقمه كام، أهو مش هو ده هو اللي شفناه فوق، بس هنا بيديني الرقم بتاعه، بيقول لك أهو ديسبلاي كونكتور X4401، هنا خانة السيرش، وبرضه هنا خانة سيرش، تقدر تبحث بيها في المخطط. طيب نستخدم أي واحدة، أهو بكتب إكس، أدي أهو 4401، إنتر. جابها لي هنا، انا عايزها هنا على المخطط اهو، بيقول لي اهو ده الكونكتور بتاعك، ده الكونكتور بتاعك، تمام. بشوف بقى الكونكتور ده واصل بايه، بمشي معاه، بيقول لي واصل هنا، احنا خدناه فلتر، تمام، وهنا فلتر، يبقى عندي فلترين للبيانات. طيب ايه تاني؟ بمشي مع المسار لغاية الاخر، يقول لك رحل مين؟ رحل الامام. معنى العلامة دي يعني رايح جاي، يعني داتا داخلة وداتا خارجة، رايح جاي، تمام. اهو بيقول لك هنا كده ايه، في فلتر للبيانات، تمام. طيب نخش مثلا على مسار زي الشحن، الجهاز ده طبعا دايما بيجي شحن، وناس كتيرة بتوقف قصاده، تبقى خلاص يقول لك ما بيبقاش عارف، لو طارت منه هنا
مش بيبقى عارف يروح فين. طيب تعال نشوف كده مسار الشحن اهو، ان 70. ولنفترض ان رجلي دي طارت مني، دي الموجب طبعا اهي، حتى باين الجذع هنا وباين موصلة بالفيوز. طيب انا الرجل دي طارت مني، هعمل ايه؟ من البداية خالص اهو، انا دينا الجهاز جاني، جيني شحن، بخش فتحت الجهاز لقيت الرجل دي طايرة مني. نمرة واحد، بخش على مين؟ على ايه؟ على الشحن. طيب نخش كده نشوف الشحن، ادي الشحن. ادي مجلس الشحن تمام. بمشي بقى مع المسار، ادي المسار الموجب. نركز يا اخوانا، نركز بالله عليك. ادي المسار، ادي المسار الموجب اهو، موجب، وادي المسار السالب. بمشي مع المسار وبشوف واصل بايه، بمشي مع المسار وبشوف واصل بايه. اديني كده ماشي مع المسار، لقيت هنا نزل من عندي نقطة اهو، بمشي معاها اهو، في مين؟ في السيستم كونكتور، الرجل الاولى. يبقى الرجل الاولى واصلة بالشحن تمام. طب بمشي معاها، بمشي تاني، لقيت مين اهو؟ على المسار نفسه لقيت، ها تمام، الفيوز تمام. ايه ده؟ ملف ال، ايه ده؟ موحد او الدايود تمام. طيب مين على التوالي ومين على التوازي في دولة؟ التوالي اللي هو خط مستقيم، او نقولها يعني بالعامية، الفرق بين التوالي والتوازي، التوالي حبل غسيل، التوازي الهدوم اللي على الحبل. يعني ايه؟ ناخد مثلا دي، نشوفها مثال عملي اهو، ده توالي وده توازي. طيب ناخدها كده برنت سكرين، كنترول بي، ناخد دي بس. التوالي يا اخوانا هو انا لو قطعت المسار او لو شلت حاجة من على مسار توالي، المسار اتقطع عندي. لو شلت حاجة على المسار، مسار توالي، المسار اتقطع. لكن لو على التوازي المسار ما يحصلوش حاجة. طيب بصوا كده، ادي نفترض ان ادي حبل الغسيل بتاعي، هذا هو، هذا أوله وهذا آخره مثلا أهو، هذا أوله وهذا آخره تمام. اللي الحبل نفسه أهو، ده أهو، ده كده أهو، اللي كده ده توالي، لكن الهدوم توازي. يعني إيه التوازي؟ أنا لو شلته من على البوردة ما يأثرش، ما عدا طبعا زي ما احنا عارفين مقاومة البيتم، عشان هي بتعمل كحساس او كترمومتر للجهاز. هي لازم تبقى موصلة بالارض ليه؟ لان اكتر حتة بتمتص السخونة الارضي، فهي لازم يبقى في طرف فيها في الارض. طبعا دي حالة استثنائية، اي حاجة على التوازي لو رفعناها ما تأثرش الا مقاومة البيتم. نيجي للتوالي بتاعي، التوالي اهو اللي هو خط مستقيم، خط مستقيم. نيجي نشوف كده الملف ده توالي ولا توازي؟ توالي. طيب لو حبيت اشيله اهو، المسار اتقطع صح اهو،
قطع المسار، هعدي ازاي؟ المسار اتقطع. طيب طيب الموحد ده ولا المكثف ده؟ توالي ولا توازي؟ توازي. ليه؟ الطرف الثاني واصل بالأرضي، اهو الأرضي تمام. اي حاجة طرف فيها اكتف نشط والطرف الثاني بتاعها على الأرضي تبقى توازي، يعني اي حاجة ليها طرفين مثلا وطرف منها واصل بالأرضي تبقى توازي. وانا اقدر اطلع الموضوع ده بكل بساطة من على البوردة باستخدام ايه؟ الافوميتر. هجيب على وضع البزر واحط طرف على الارضي والطرف الثاني هقيس على القطعة اللي انا عايز اشوفها، لو ادى بزر مع الارضي طرف فيهم ادى بزر مع الارضي تبقى الحاجة دي توازي زي كده. طيب هنشوف هنا اهو، انا لو شلت المكثف ده اهو، انا شلت المكثف ده كده اهو، المسار اتقطع؟ لا اهو المسار اتقطع. خلينا في المسار الموجب يا اخوانا عشان ما نسرحش، اهو المسار، المسار اتقطع؟ لا. تهيئ المسار ده اهو، ها اتقطع؟ لا. طب تعالى هنا كده، ها اتقطع، ادي المسار. بص المسار كده اتقطع، مين هيوصل لمين؟ كده المسار اتقطع. يبقى التوالي اللي هو خط مستقيم، حبل الغسيل. التوازي الهدوم المنشورة على الحبل، يعني لو شلت الهدوم دي الحبل هيفضل قاعد زي ما هو، المسار هيمر عادي. وده اللي بيحصل في مسار الشحن عندي اهو، ان الفيوز هنا بيروح المسار يتقطع. تايد جسم مانعة هنا تلاقي مفيش ممانعة، هو ايه اللي حصل؟ كل بساطة ان المسار ده اتقطع مموصلش. الناس بتاعت تروح حاطة حتة قصدير، هو فعلا اني انا اوصل المسار صح، لكن حتة قصدير يا اخوانا دي غلط. ليه؟ دي اسمها فيوز. طبعا لو نفتكر زمان يعني قبل الاوتوماتيك في الكهرباء بتاعت البيوت، كنا بنجيب سلك التشعيرة ونلفها حوالين الفيوز بحيث لو جه تيار عالي بيروح قطع لك الفيوز، بيعمل لك حماية، بيقطعها الفيوز دي مقدور عليها بيروح قطعها. لكن انت لما تحط لي حتة قصدير وتاجي كهرباء زيادة في الجهاز، طب هيضرب فين هنا؟ هيقطع ايه؟ ما هو هيضطر ان هو هيروح ضرب لك مين؟ ها؟ تافو. يبقى انت ليه بتصعب المشكلة على نفسك؟ تمام، هو الحل صح ان انا اقفل الفيوز، بس هيجرى ايه لو جبت حتة سلك تشعيرة من اللي احنا شغالين بيه، السلك المعزول بتاعنا، ورحت موصل بيها بحيث لو كهربا زيادة تاية تروح قطعة لمين؟ تقطع لي الفيوز. بحاول اخفف على نفسي مبصعبش المشكلة عليا. اوعى تفتكر ان الزبون اللي بيجي لك والعميل اللي بيجي لك ده عملت له دائرة الشحن والجهاز شحن معاه خلاص مش هيجي لك تاني، لا مين عارف، وممكن تلف الايام شهر 2 10 ودايرة الشحن تاجي طيارة عالي تروح ضرباله دايرة الشحن ويجي لك يقول لك انا عملت قبل كده دايرة الشحن دي عندك. وطبعا كلنا عارفين التعامل مع الزبائن ومع العملاء بيبقى شكله ازاي، يبقى الواحد من سنة سايبك ويقول انا اول امبارح كنت عندك. فاحنا منعا للاحتكاك مع العملاء انا بسهل على نفسي، هو صح ان انا اوصل المسار، لكن ما حاولش ان انا اقفل بحتة قصدير عشان بتفادى المشاكل اللي بعد كده. خلاص عرفنا الفرق بين التوالي والتوازي. طيب المخطط قلنا اهو بمشي معاه، بيقول لي هنا على المسار في فيوز اهو، في ملف، في موحد، في مكثف، بمشي معاه بكمل الاخر، بيقول لي وبعد كده رايح لمين؟ للتافو اهو، يقول لي بعد كده رايح للتابو. خلاص انا لو حابب اطلع اي حاجة من دول، يعني انا ممكن عايز اوصل مسار لده والفيوز طارت من عندي والملف طار والموحد طار،
انا ممكن اخد من المكثف، والمكثف ده كمان طار. انا ممكن اخد من مين؟ من المكثف ده، لان المسار جاي كده اهو. يبقى انا لو وصلت من هنا هوصل لغاية هنا، هي اكني وصلت من دي لدي، صح؟ تمام. عايز اطلع المكثف ده، بيقول لك سي 20 12، هذا اهو باقي في خانة البحث، او هنا اهو سي كام؟ حد يملين 20 12. تمام، بعمل ايه؟ سيرش، هذا اهو بيقول لي ادي موقعه، والتاني هنا. نركز بقى هنا، بيقول لك هنا فين؟ بيقول لك في سي 3، في سي 3 اهي. طيب ماشي، نشوف فين سي 3 دي. نمسك السي الاول، ادي سي اهي، تمام. بيقول لك 3، يبقى هنا احنا قلنا المكثف كان كام؟ 20 12، صح؟ اهو في سي 3 اهو، تمام. طيب انا بحاول اعلمه باي حاجة، بحاول اعلمه باي حاجة عشان اطلعه مثلا. ماشي، انا اهو تحت الفيوز دي، تحت الموحد ده مثلا. طبعا الموحد هنا جاي على شكل فلتر، الضيض ده جاي على شكل فلتر في الاجهزة العالية عشان رباعي. هنا هو غلطان اصلا، يعني لو بصينا في الجهاز ده المخططات مش كلها صح يا اخوانا. لازم انت تفهم الفكرة وتطبقها بقى انت، لان هنا بص هو هنا عاملهولي احادي طرفين بس. الكلام ده غلط، في الان 70 هو رباعي. لو بصينا في 73 وبصينا على الدايود ده هنا اهو، هو فعلا كده اهو رباعي فعلا اهو، صح؟ ده هنا صح. كده صح، ما نبقاش واثقين في المخطط الثقة العمياء اللي هي، لا لازم ابقى انا عندي فكر اعرف ده بتاع ايه وده بتاع ايه. انا بس كل اللي بعمله باخد الفكرة، تمام. ماشي، نفترض ان انا جاييني مسار، خلينا شوية في الجهة 73، عايز مسار ايه مثلا؟ مسار سماعة، ادي اهي. ماشي، تعال ننزل خالص، ادي السماعة، ادي اهي، ادي البوردة. مش دول السماعة؟ طيب كويس، انا بخش على ايه؟ على مجسات السماعة، بشوف دي واصلة فين؟ ايربيس. ماشي، السماعة بتنتهي في مين؟ هيسي الباور، ادي السماعة ايربيس، يعني سماعة، ميكروفون يعني ميكروفون. طيب عايزين بقى نشوف هنا ازاي. ماشي، ادي المجسم بتوعي، ادي طرف وادي طرف. بيقول لي واصلة اول حاجة بملف L7604، تمام. نمسك طرف طرف، نركز، تمام، واصلة بملف 7604. نفترض يا اخوانا ان مسار واحد هو اللي مقطوع، مش المسارين. انا بمسك المسار المقطوع، نفترض ان ده المسار المقطوع مثلا. انت جيت قست على البوردة هنا، وقفت ممانعة. الممانعة يا اخوانا بتبقى ازاي؟ الممانعة، نركز ان شاء الله نعمل عنها محاضرة باذن الله. الممانعة الطرف الاحمر، الطرف الاحمر بيبقى على اي معدن في البوردة، اي ارضي، والطرف الثاني الاسود اللي هو الارضي هو اللي بقيس بيه، وبكون على وضع البزر ده في قياس الممانعة. نركز، انا وقفت هنا مثلا، لقيت ان المسار واصل، وقفت هنا لقيت ان المسار مقطوع، يبقى انا كده عايز اعمل ايه؟ هعوض عن مين؟ عن ده. يبقى انا عاوز اوصل
المجس ده هوصل له ايه المسار. ماشي، انا عايز اعرف ده وده واصلين بايه. طبعا ده وده هما دول، عايز اعرف ده واصل بايه. تمام، هخش اشوف ايه على المخطط. اهدى اهو، اهو مثلا واصل بده، عندي واصل بال 6 7 6 0 4. تمام، امشي معاه اهي، انا ليا دعوة بدي. تمام، قال لي واصل بمين، بمكثف 75 3 4. تمام، واصل بمقاومة كده يا اخوانا، مقاومة على التوازي. لما يجيب لك العلامة دي، مقاومة على التوازي، تبقى المقاومة على التوازي اهي. طيب بمشي بقى، كمل بقى مع المسار، كمل مع المسار اهو. قال لك زيرو، خليك فاكر الزيرو، الزيرو خليك فاكره. بمشي معاه، ادي الزيرو، ولا تخش ادي الايه اير بي، دخل في كام، في سي 2، دخل في سي 2. تمام ماشي، الطرف الثاني نفس الحكاية، بمشي معاه اهو. انا لا دعوة بالله على الخط يا اخوانا، مش اقول ده واصل، ده مش واصل مع ده، لان فين اوله اهو، اوله بيبقى عامله لك نقطة اهو باينة، لكن مش هنا، هنا مفيش حاجة واصلة، يعني ده وصل لتحت كده. المسار ده ايه اللي وصل عليه، وصل عليه المكثف ده وادي المقاومة، وداخل هنا في كام، ادي واحد، نشوف واحد، بمشي مع واحد، انا اللي يهمني مين، واحد، خش كده معاه، هذا واحد، ادي ايه اير ان، بوزيتيف ونيجاتيف طرفين التوهك. تمام، خد على ذلك اي مسار، اي مسار تمسكه تمشي معاه بالطريقة دي. عايزين مسار اصعب، ماشي ناخد ده، الجرس، طبعا في جرسين في الجهاز ده. تمام، ناخد المسار ده، ادي الجرس اهو. طيب نمشي كده مع ده، قال لك واصل هنا، ادي مكثف. تمام، ومكثف هنا ايه تاني. تمام، بمشي بكمل معاه، دول اخوانا لو قسمناهم هتلاقي اكن ده مكثف وجنبيه مكثف، عشان ما نتزولش، هو براحته يعمل لك اللي هو عايزه، دي اشكال هو حر فيها، يعني هو حطهم لك كده مش مشكلة. هو عشان يقول لك ان المكثف ده اهو، ده اللي هو سي 90 84، رجل منه واصلة بالطرف الموجب والرجل التانية واصلة بالطرف ايه السالب، يعني واخد من المجسم بمعنى اصح. تمام، نكمل مع المسار الموجب، ادي اهو، قال لك في ملف ال، يعني ملف، تمام ملف فردي اهو 65 19. طب كمل معاه، قال لك واصل بمين، مكثف اهو سي 75 13. طيب خش معاه، قال لك واصل بمين، بملف مزدوج اهو. بص يا اخوان هو ايه ملف برضه، ازاي اهو، قال لك 1 2 3 4. تمام، بس ده واصل ازاي كده اهو، وده ده كده اهو. تمام ماشي، خلينا مع ده اهو، انا لسه مع المسار، ادي المسار اهو، كام، 4 في المسار، رقم 4، نركز. طيب طلع فوق، نطلع معاه، خلينا حاطط مين في دماغي بالظبط، 4، فين 4 اهي، بنزل معاها، قال لك اد 4 دخلت في مين، في اي 3، مين ده، قال لك ده درايفر، قال لك ده درايفر، يبقى ده ايه، ده درايفر الجرس. تمام، انا بكمل معاه، بشوف الدرايفر ده طالع لاخره فين، ما بسيبوش، ادي 4 بتاعتي برضو، بكمل معاها، كمل معاها فين، ادي 4، اخش كده، قال لك اكس اير، اللي هو مين يا اخوانا، اللي هو الجرس بتاعي. تمام، وضحت ولا واحدة تاني، واحدة تاني ماشي.
عايزين نسجل قبل الساعة عشان البرنامج. أي مسار نمسك مثلا الام ماتور فيبرا هزاز، بمشي معه مسار، ادي موجب وادي سالب، طرفين بمشي معه، بمشي مع المسار ده مثلا. قال لك ايه؟ واصل بملف مزدوج، كويس، ماشي دينا مع المسار، بطلع منه، ادي المسار اهو. الملف يا اخواننا هيكون كده اهو، مش هيجي لك كده، لا اهو ادي المسار، اهو الملف، لو بصينا معاه اهو 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 طلع كده، يعني واحد مع مين؟ اتنين مع واحد اهي، وهنا اربعة مع واحد، تلاتة مع اتنين، مالكش دعوة بالارقام، مش واحد اتنين يبقى الملف ده كده، لا لا لا، ادي اهو اهو كده اهو، تمام. طبعا من على البورد انت بتتأكد اهو ده كده كويس، نمشي مع المسار اهو، نمشي مع المسار الموجب اهو، الموجب اهو بيقول لك اهو ده الموجب، بمشي معاه، بيقول لك دخل على الملف المزدوج ده، تمام، بمشي، دخل في المسار رقم اتنين، بمشي معاه، انا مين اللي يهمني دلوقتي؟ المسار رقم اتنين، امشي معاه ما تسيبوش، هنا في اتنين، لا كمل مع المسار عشان اهو المسار نزل، لا انا بمشي لغاية لما الاقي مين؟ رقم اتنين اهو كده اهو، هذا المسار رقم اتنين اهي، خش معاه، قال لك دخل في اي تو فيبرا بي اهو، دخل في مين؟ اي سي الباور، اي سي الباور، انا لو حبيت اعرف الوظائف بتاعته من جوا يا اخوانا اهو، بيقول لك اير بي اير ان اللي هي السماعة، ماسك سماعة ومايك، ماسك مايك، وادي اشارة الشحن يا اخوانا في الايه، في الافلمة، عشان كان واحد صاحبي قال لي ايه دخل الفيلمة بالشحن، لا ادي في اشارات شحن من البيتي للافلمة، في اشارات متبادلة كده، يعني السهم داخل كده، داخل السهم ده داخل. طب عايزين نشوف واحد خارج كده، لو سهم خارج قلنا ده يعني ايه، اشارات متبادلة رايح جاي، طيب تمام اهو خارج كده خارج، طب تمام، نشوف مثلا بيت الخط نيل السبعين، ناخد بيت الخط مثلا اهو، اهو الاكس قلنا المجس او الكونكتور، بيقول لك اكس 2700، تمام، انا عندي ست رجلي بتاعت المجس، ادي البي سم، بص ادي واحد اتنين تلاتة، تمام، خمسة وستة وسبعة، تمام زي الفل، ادي واحد، شوف بمشي معاه، بمشي مع المسار، مش واحد واروح داخل، لا واحد اهو بمشي معاه كده، بشوف واصل بيه، قال لي واصل بمين؟ بمكثف، اسم المكثف ده ايه؟ ايه الفولت اللي وقع عليه؟ هنا اهو اهو بطلع معاه، اسمه في سيم وان، يبقى الفي سيم وان ده بتاع مين؟ بتاع السم اهو، طيب بكمل معاه هنا اهو، دخل في الفلتر، تمام، يبقى انا اللي يهمني هنا اول حاجة واحد اني ادي المكثف ده، اتنين اسم الفولت اللي داخله، اسم الفولت اللي داخله ايه؟ في سيم وان، طيب انا عشان اعمل حصر لبيت الكارت ده بكتب هنا، يعني انا مثلا جايني الجهاز لما وقف على، انا طبعا هنا يدوني اربعة جراية، واحدة نوت كونكت، تمام، والاخيرة بزر، طيب تمام، جيت وقفت هنا راح ادتني ايه؟ بزر، ازاي؟ ما المفروض تديني قراية، يبقى كده مش الفلتر، لا نقطة أولى أبص لمين؟ طب ده أكيد حاجة واقع على التوازي، طب إيه اللي واقع على التوازي؟ بخش على المسار كده، ده فيه مكثف، طب أنا رفعت المكثف ده بقيس مكانه، يعني أنا رفعت بقيس مكانه، قست مكانه لقيت لسه فيه إيه؟ فيه بزر،
طب ايه بقى كده المشكلة؟ لا طب ما هو انت اكيد في حاجة تانية على المسار وجع عليه. يبقى انا عشان اجمع المسار كله يقول لك انا اسم المسار بتاعي، اسم الحبل بتاعي في سيم، في سيم 1. يبقى انا باجي في خانة السيرش واعمل مين، تمام، في سيم 1 انتر، اهو ده في مين، اي سي الباور. قال لك دي بداية خروج النقطة، هو جابها لك من البداية خالص. قال لك اهو ماشي، اهو قال لك اهو، وادي التالت اللي احنا ايه، احنا شفنا ده صح. طب ايه تاني عندك؟ قال لك عندي المكثف ده بس كده. يبقى الله ينور عليك، انت جبت لي مين، جبت لي البداية بتاعته. اهو في مكثف تاني على المسار، اسم واحد يعني اخواننا في اي او مثلا، اي حاجة على الفي اي او، يعني في اي او ده مسار، اي مسار اسمه في اي او او اي حاجة تحمل اسم الفي اي او بتبقى واصلة برضو على نفس المسار. مفهومة؟ يعني ايه مثلا اهو نشوف، بس الفي اي او طبعا كتير، الفي اوكس مثلا هذا اهو بتاع البيانات، ده في مين، اي سي الباور، تمام. الفولت اللي طالع منه اسمه ايه، في اوكس. طيب تمام، لو حبيت اشوفه طالع من فين بالظبط، طالع من اي سي الباور. طب رايح لمين، اهو في اوكس قيمته 2.8، في الداخل في كام، اهو في 11. طيب انا عايز اعمل حصر للفي اوكس، في اوكس، في اوكس، بص كده دي اهو طالع من اي سي الباور كده، المكثف اللي جنب اي سي الباور كده اللي هو رايح للشاشة اهو جابه لك هنا، اهو قال لك مفيش تاني، مفيش تاني، ما تدورش، اهو قال لك في اوكس. انا بمسك المسار باسمه، فاهمين، المسار بمسكه باسمه، يعني هو بداية من خروجه من اي سي الباور اهو، من الريتيو طالع من اي سي الباور، احنا في جهاز 70 عشان ما اتلخبطش، احنا قدام 3 دقايق 7 دقايق. بداية من مين، من اي سي الباور طالع، بمسك المسار من اول، وضحت، بمسك المسار يا اخوانا وبشوفه، بمشي مع الخط المسار اللي قدامي بالرقم بتاعه ما يتوهش مني كده اهو، المسار بفضل ماسك فيه لغاية ما اشوف اخره، لغاية ما امسك اخره، مش خلاص تعبت لا ده انا تهت، ما ينفعش، بمسك المسار لغاية اخره اهو، مسار كاميرا مثلا بمسكه من هنا بطلع معاه بشوف واصل بيه، بنزل اهو المسار، بنزل بيه، بنزل اهو، دخل لك هنا على مين، على درايفر ان، تمام. يبقى انا كده ايه، جبت اخر المسار، مش بمسك المسار الاقي حاجتين عليه ولا حاجة يبقى هو كده المسار خلص، لا ما ينفعش. 73 اهو، نمسك مسار ايه مثلا، اي مسار، مسار تعال نمسك مسار ريش البطارية، لو حبينا نمسك مثلا ريش البطارية اهي، ادي ادي الموجة، تمام اهو في بات يعني موجة. طيب وادي الارضي هتلاقيه ايه، كله ارضي، ده مسار البي اس اي، بمسك مسار البي اس اي بمشي معاه اهو، دخل في كام، في 2، في 2 رجل رقم 2 بمشي معاه، بيقول لك راح عند مين، سولد المجموعة اسمها، ده اسم المجموعة يا اخوانا اللي هو طالع بيها، بيقول لك المجموعة اللي انا واخدها من 0 ل 6 راح لمين، راح للافيلما. طيب انا يعني لو رحت عند الافيلما هبص على مين،
وصلت من 0 لـ6. طيب تعالوا نروح كده للفيلما، ده البيتي، ادي الافيلما اهي. مش هي دي المجموعة اللي كانت راحة؟ ها احنا كنا ماسكين مسار مين يا اخوانا؟ 2 صح؟ اهو بيقول لك هو داخل هنا، ادي المسار رقم 2 اهو، خش معاه اهو، ادي نهاية البي اس اي في مين؟ في الفيلم. تمام، يبقى المسار اخره بينتهي في مين؟ في الفيلم. وضحت؟ هي طبعا احنا يا ريت نكون استفدنا ولو حاجات بسيطة من المحاضرة دي. هو معلش انا هكتفي بالقدر ده بس عشان البرنامج اخره ساعة عندي، وانا قلت للبحيري وقلت لبطاطا يظبطولي ومحدش فيهم راضي يظبطه. هنحاول نظبطه عشان بعد كده المحاضرة تبقى اطول باذن الله. يا ريت تكونوا استفدتوا من الموضوع بتاع النهاردة ولو حاجة بسيطة منه، وبإذن الله هنكمل يعني مش هنوقف على كده. بس عايزين اخواننا بالله عليكم التعليقات تبقى إيجابية، يعني لو واحد مش فاهم حاجة يوضحها، عايز حاجة يقول، ما تبقاش كله الله ينور جزاك الله خير جميل حلو، مش هينفع. احنا عايزين ردود إيجابية، يوضح نقطة، لا انت كنت غلطان في كذا. عايزين تبقى روح المشاركة والمساعدة مع بعض عشان نقدر نفيد ونستفاد، مش عايزين تبقى الردود إيجابية لا ما أصلنا لو عدلت عليه ممكن يزعل. لا محدش فينا هيزعل، بالعكس احنا بنقدم لوجه الله. فانت لما هتكمل الموضوع هناخد كلنا سوا. يا ريت يعني نشوف اللي ناقصه حاجة واللي عايز حاجة يقولها من غير ما يتكسف، احنا كلنا هنا بنتعلم. تمام، هنشوف مدى الردود على الموضوع ده عشان نشوف هنكمل ولا ما نكملش، يعني الناس بتستفيد ولا ملهاش لازمة ان احنا ندي المحاضرات دي ونشرحها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.